السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تنتمنى اموركم تكون على احسن ما يرام. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الماسك الصراحه اللي كيجي رائع للشعر، يعني كيخليه لينا مسبسب وكيخليه لينا كيلمع بواحد اللمعان الصراحه اللي غزال. هاد الماسك انا دائما كنديرو مره في السيمانه، يعني ملي تنكون باغي ندير حمام مغربي كندير هاد الماسك ديال البيض. وهاد البيض بلا ما تخافوا منه، لانه ما كيخلي لا زفوريه في الشعر لا حتى شي حاجه. الناس اللي كيتشكاو ما كيبغيوش يديروا البيض انه كيخلي ليهم زفوريه، وهذه تنقول لكم بان هذا الماسك ما كيخلي لا زفوريه لا حتى شي حاجه عن تجربه، و100% كيف ما تشوفوا هنايا عندي واحد صفار ديال البيضه غير الصفر بوحدو، ومعاه واحد المعلقه ديال العسل الطبيعي، يعني العسل الحر اللي حطيته هنايا. وعندنا هنايا ياغورت مسوس، يعني ياغورت طبيعي او زبادي. وعندي هنايا فيتامين او كيف ما كتشوفوا. صراحه هادو هما المكونات، راه رائع هذا الماسك للشعر، بما ان في هذا الوقت راه فصل الخريف، يعني انا الكل كيتشكى بزاف من التساقط ديال الشعر، يعني ضروري خاصكي تعاوني داك الشعر ديالك لانه دابا كيطيح، باش دوك الخلايا انهم يتجددوا لينا مزيان ويعطيونا واحد الزغبه اللي مزيانه. يعني ضروري خاص ديك الفروه ديال الراس اولا دوك الشعر ديالك، يعني خاصو يتغذى مزيان باش ينتج لينا واحد الزغبه اخرى اللي غادي تنوض من بعد هذا الشعر اللي كيطيح دابا، يعني كتكون هابطه وكتكون قويه، يعني كتكون غليظه. الصراحه هذا الماسك غير جربوه، راه رائع والنتائج ديالو غزاله غزاله بزاف كيف ما كتشوفوا. المهم غادي ندوزو دابا باش غادي نخلطوا هذا الماسك، باش غادي نوريكم كيفاش كيجي. دابا انا غادي نخلط كلشي هنايا، يعني هنايا عندي يعني صفار بيضه كيف ما قلت لكم، وعندي معلقه كبيره ديال العسل الطبيعي ديال النحل. غادي نزيد عليه واحد جوج معالق كبارين ديال الياغورت طبيعي، يعني على حسب الشعر ديالكم، الا كان طويل بزاف تقدري تزيدي اكثر، يعني تزيدي كامل. انا غندير غير جوج معالق كبار كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نخلطو مزيان. صراحة هاد الماسك راه زوين للشعر، غير تبعوه مرة في الأسبوع، رائع رائع، وجربوه وردو عليا. الزغبة ديالك يعني كتجدد، دوك الخلايا يعني كيتغداو لينا من هاد البروتينات اللي كاينين هنايا. ونحاولو نخلطوه مزيان. صافي وغنزيد ليه واحد الكبسوله ديال الفيتامين او، حتى هو الصراحه اللي رائع للزغبه ديالنا لا للبشره ولا للشعر، رائع رائع. حتى هو راه تيجدد لينا الخلايا، يعني تيساعد في تطويل الشعر، في ان الزغبه انها كتجي قويه. صراحة هاد فيتامين او ضروري خاصو يكون عندكم في الدار، ضروري ضروري للبشرة والشعر. انا راه كنديرو في كل شيء، يعني كنديرو في الكريمة ديال النهار، في كريم عفوا في كريمة ديال الليل، يعني هاد راه ميمكنش لك انك ديريه بالنهار، من الاحسن انك تبقاي ديريه في الليل. ديريها في الكريمة ديال الليل. انا غنوريكم دابا تنديرو حتى في شومبوان، وكنديرو حتى في الكريمة ديال الشعر. هاد الماسك راه ما تجي فيه لا ريحة زفورية ديال البيض لا حتى شي حاجة، يعني ديريه بعينك مغمضين. صافي على هذا الشكل كنخلطوه مزيان صافي، وكنثبتوه على الشعر. ملي كتمشطي شعرك مزيان وكديري هذا الماسك على الزغبه كامله، على فروه الراس، يعني من التحت حتى الاطراف ديال الشعر. ومن بعد ما ننصحكش انك دير واحد بلاستيك غذائي، لانه كيتعصر وكيبدا يقطر لك داك البيض والدانون كيبدا يقطر لك مع جناب، يعني من احسن انك ديريه وتخلي الشعر ديالك بلا حتى شي حاجه، يعني باش ديك الزغبه كتشرب لينا كاع داك الماسك اللي عندنا هنايا كتشربو. ومن بعد عادي يمكن لك حتى تيشرب وكيبدا ينشف، عادي يمكن لك ديري واحد البلاستيك غذائي اولا ديري شي بوني على الشعر ديالك، وديك الساعه ماشي مشكل انك تبقاي واحد الساعه اخرى. يعني هاد الماسك تقدري تخليه جوج ساعات، يعني ساعه انك تخليه عريان ومن بعد تغطيه واحد الساعه باش كيستافد الزغبه كتشرب لينا مزيان، وديك الساعه تقدري تدوشي كيف ما بغيتي. المهم هذه اول حاجه انا اللي غادي نطبقها دابا. ثاني حاجه انا غادي ندير هذا الفيتامين او، غادي نديرو في شامبوان، نوريكم الطريقه كيفاش كنديرو. حتى هو يعني كناخذ واحد الكبسوله
يعني الا خديتوا هاد الكبسولات راكم كتستعملوا بالكبسوله. بالنسبه للشامبوان انا ما عنديش شي شامبوان محدد، دائما انا تنغير شامبوان، يعني اللي لقيتو كناخذو، ما عنديش انا هاد المشكل. يلا هذا، يلا سالا كنت ندير هذا، يلا سالا خديت هذا، انا غادي ندير فيه. يعني دائما هاد الشامبوان تندير فيه واحد الكبسوله ديال الفيتامين او حتى هي، باش كنغسل على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي كنديرها هنايا تنخويها. صافي وكنخلط الشامبوان وكتستعملوه، يعني كتبقاو تستعملوه. هاد فيتامين او هي الا قدرتو تلقاو الفيتامين او بيغ المركز ديال 1000، خذوه احسن من ديال 500. الا ما لقيتوش خذوا حتى 500، يعني ديال 500 انا كيكونوا مخلطين، يعني كيكون مخفف، كيكونوا مخلطينه مع زيوت اخرين. الا كانت عندك القرعه راه هي كتكون مركزه، ديري جوج نقيطات ولا ثلاثه في شامبوان، جوج نقيطات ولا ثلاثه في الماسك. هذا ها هو خليناه صافي. بالنسبه للماسك اللي كندير من ورا شامبوان، هذا تا هو فيه واحد الريحه غزاله اللي ما تخلي لك حتى شي حاجه، لا بيض لا حتى شي حاجه في شعرك. هو هذا انا كندير منه كيف ما كتشوفوا. تا هو غادي نزيد ليه الفيتامين وغادي نخلطه مزيان. المهم بهذا الشكل وغادي نخلطها مزيان حتى هي. صافي تنحاولوا ندمجوا داك الفيتامين مع الكريمة. صراحة انا بالنسبه للشامبوان وبالنسبه لهاد الكريمات ديال الشعر ما عنديش شي حاجه محدده، دائما كنبغي التجديد الصراحه. اي حاجه فيها ريحه زوينه كناخذها ما كنترددش، يعني ما عنديش واحد الشامبوان اللي كنبقى عليه دائما لا او لا كريمه، يعني دائما لقيت داكشي اللي لقيت كناخذه، ما عنديش مشكل. صافي راه حتى هاد الفيتامين او راه فيه واحد الريحه اللي غزاله 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 بزاف. المهم هادشي اللي كنستعمل انا بالنسبه للشعر ديالي في السيمانه، يعني كندير هاد الماسك اللي وريتكم، يعني مره في السيمانه عندي ضروري ملي كنبغي ندير حمام مغربي كندير هاد الماسك لشعري، وكندير هاد الشامبوان حتى هو اللي كندير فيه الفيتامين او، وكندير هاد الماسك حتى هو اللي ضروري كندير فيه حتى هو فيتامين او كيف ما شفتوا. يعني باش نحاول انني نعتق واحد شويه الشعر ديالي، لانه مع هاد فصل الخريف راه تيطيح بواحد الكثره، والناس كلشي كتشكي، يعني من بعد ما غتشوفوا هاد الفيديو غتعرفوني علاش كنهضر، لان كاع البنات كيتشكاو من التساقط. يعني ضروري خاصكي تحاولي تغذي ديك الفروه ديال الراس، يعني من بعد الشعره اللي غادي تجي غادي تكون زوينه، وغادي تكون انها كما كنقولوا قويه، وكتساعد هاد الشيء كيساعدها باش كطوال دغيا. المهم الوصفه ديال النهار هي هذه، تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ولي جيم. ما بقى لي الا نقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.